حقول النفط في شرق سوريا، هنا يكمن الصراع وهنا تتكشف أبعاده وملامحه. ففي أحدث حلقات النزاع تم توجيه انتقادات لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تدير شركة إكسون موبيل أو شركة نفط أمريكية أخرى حقول نفط سورية. فبينما رفضت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، وهما أكبر شركتين نفطيتين تعملان في الشرق الأوسط، التعليق على تصريحات ترامب، رأى خبراء قانونيون في اقتراح ترامب أنه ليس مجرد خطوة قانونية مريبة، بل إنه يرسل كذلك رسالة إلى المنطقة بأسرها والعالم بأن الولايات المتحدة تريد سرقة النفط. فيما قال خبراء في مجال الطاقة إن الشركات الأمريكية ستواجه مجموعة من التحديات العملية للعمل في سوريا نظرا لتدهور البنية التحتية. في المقابل يرى مؤيدون لاقتراح ترامب أن الفكرة ليست في أن النفط بحد ذاته يهم الولايات المتحدة كثيرا، ولكن ما يهمها هو تأمينه ومنع استخدامه فيما يضر بمصالح واشنطن. تحول كامل إذن في الاستراتيجية الأمريكية للوجود في سوريا، فبعد أن كانت تبرر وجودها على الأرض السورية بمكافحة الإرهاب، باتت ورقة النفط هي محور هذه الاستراتيجية، بتأمينه تارة وبالأخذ منه تارة أخرى، إضافة إلى استخدامه كعملة للمقايضة لإملاء المطالب الأمريكية. بيد أن الوجود الأمريكي في مناطق شرق الفرات الغنية بالنفط أغضب روسيا التي تتهم الولايات المتحدة بممارسة اللصوصية على مستوى عالمي، وتؤكد موسكو أن هذه المناطق يجب أن تعود لسلطة الحكومة السورية.